السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة صفا العود العطور. لأول مرة بتشرفونا في القناة، سعيدني إن أنت تنضم إلينا دلوقتي حالا وتفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهات قيمة جدا عن العطور ومراجعات العطور إحنا بنختبر العطر اللي إحنا هنقدمه النهاردة، وهو عطر من عطور فصل الدايل. طبعا قدمنا عطور فصل الدايل موجودة عندنا في القناة، وغالبا أكتر مبيعا عندهم 1983 المجموعة كلها، ولكن الأخضر اختلفوا واتفقوا عليه، يعني اختلاف واتفاق عليه. طيب ببساطة خليني أوضحها لك، لأن كمان العطر معانا فصل الدايل نزل منه كمان عطر الشعر، هو موجه للنساء فقط أو كمان للرجال بالنسبة لاستخداماتك للجسم، لأن هو أصلا عطر للجسم تقدر تستخدمه بعد الشعر على طول، وكمان للشعر كخمرية للشعر تقدر إن أنت تستخدمه للشعر. طيب الفكرة فين؟ الفكرة إيه الاختلاف بين العطور، عطور الشعر وتحديدا او عطور الشعر والجسم، ان هي بتحط على البشرة، وكمان العطور فقط اللي هي بتحط على استخدام خارجي الملابس. الحقيقة ان العطر 1983 هو نفس المكونات العطرية برضو، بنفسها الباتشولي والورد البلغاري واللافندر. طبعا هنا الباتشولي في القاعدة العطرية، يعني تحديدا في القاعدة العطرية، واخد نسبة كبيرة جدا من الباتشولي، لذلك الريحة لما تستقر معاك في البداية مقدمة العطر واخد فيها الباتشولي، وكمان في القاعدة العطرية واخد فيها الباتشولي، لذلك العطر لما تيجي تشم العطر بريحته قوية. لما بيبرد العطر بيقلب معاك على اللافندر الموجود فيه. بس عشان نفهم اكتر، في جزئيتين مهمين جدا لازم نفهمهم، ايه الفرق بين العطور دي والعطور الشعر او العطور الخاصة بالجسم. شوف، غالبا الشركات الكبيرة او الشركات اللي بتحترم عملائها بتستخدم مادة الايسيلي او الايسيلين في العطور بتاعها، ده الكحول اللي بتحط فيها. الكحول ده يا جماعة بيفرق شتان، يعني كبير جدا، بيغير رايحة 180 درجة اذا كان الكحول كويس او الكحول من مادة الميسيلين. مادة الميسيلين دي طبعا مادة سامة، بنبعد عنها ونتجنبها، وكمان منظمة افرا كمان بتحارب الغش فيها، وكمان بتحارب الناس اللي بتستخدمها فيها، بتنصح دايما ان انت تستخدم مادة يا اما الايزوبروبيل اللي هو اعلى درجات الكحول، او كمان مادة الايسيلي. الايسيلي طبعا بنسب معينة، في نسب 96% يعني في ماء مقطر، وفي نسبة 99% الماء المقطر فيه نسب بسيطة جدا. في ناس بتستخدم ده وفي ناس بتستخدم ده. طب انت كمستهلك هتعرفه ازاي؟ والله هتعرفه من الريحة بتاعته. اول ما تبخ العطر ما تشمش على طول، لكن انت لو شميت على طول هتشم ريحة الكحول. لو انت عايز تشم ريحة الكحول، لو شميت ريحة الكحول اللي يعني ريحة فزة، ده هيكون طبعا 96، او كمان هيكون ميسيلي، لان الميسيلي ارخص في السعر. طيب دي جزئية مهمة جدا حبيت ان انا اوضحها. طيب الشيء الاهم كمان، ايه اللي بيفرق العطر ده عن العطر ده؟ اللي بيفرقه طبعا هو بتحط فيه كحول، بتحط فيه ماء مقطر برضو، عطر الجسم عطر الجسم بتحط فيه ماء مقطر. بس الفرق بين ده وبين ده ان بتحط فيه مادة، المادة دي بتعمل عملية امتزاج للزيوت العطرية مع الماء المقطر مع الكحول. طيب المادة دي مهمتها ايه؟ المادة دي عشان العطر لما تحط على الشعر اسمها ما يجعدش الشعر، ما يبقاش فيه مشاكل على الشعر. دي مادة بتعمل مادة مركبة كيميائيا، ولكن هي طبعا منظمة الصحة العالمية يعني بتنصح بيها، ومنظمة افرا كمان بتنصح بيها، بتكون مادة اسمها بيرمز لها البي اتش. المادة دي بتكون بتعمل على ترطيب الشعر. واوقات في شركات بتحط في العطر نفسه سيريوم. سيريوم طبعا مرطب جدا للشعر، بيكون يعني بيحسن الشعر، لو انت بختيه على الشعر بتاعك ما بيسببش اي مشاكل ابدا على الشعر. طيب انا بنصح بحاجه كمان، بنصح ان انت لما تيجي تستخدم العطر على الشعر ما تستخدميش على جذور الشعر، ان مهما كان برضو العطر لما بتستخدم على جذور الشعر بيسبب حكه، وبيسبب مشاكل قشره، بعد كده بيسبب مشاكل ليكي في المشاكل الجلديه. فدايما تستخدميه على اطراف الشعر، ده الوقت المناسب بالنسبه لك. كمان بعد ما تجففي
الشعر بتاعك بتقدر ان انت تستخدميه على طول. وانصح كمان ان انت تسيبي الشعر مبلل شوية عشان برضو الريحة تمتزج فيه يكون مناسب بالنسبة لك، تقدر ان انت تستخدميه. العطر، انا شايف ان العطر واستخداماتنا للعطر وكمان الاراء المختلفة الموجودة على العطر، العطر مناسب، ولكن برضو بأكد العطر حد في الروائح بتاعته، يعني ريحة قوية. لو انت ما بتحبيش الروائح القوية العطر مش هيكون مناسب بالنسبة لك، لان بيغلب عليه ريحة الباتشولي، والباتشولي من الروائح القوية ريحة فخمة جدا، ولكن من الروائح القوية جدا اللي بتكون في بداية العطر في انطباعك الاول على العطر. كمان لو انتوا حابين تحصلوا على العطر بإذن الله هسيب لكم رابط اسفل الفيديو تقدر ان انت تحصلوا عليه، في خصومات وعروضات تقدر تسجلوا معانا تستفادوا من العروضات والخصومات طبعا من شركات مختلفة. لو ليكوا اي كومنت ولا اي حاجة ما تنسوش طبعا سيبوا لنا رأيكم في الكومنتات. اتمنى ان انا اكون قدمت لك معلومة مفيدة تستفادي بيها، ونعتذر لك عن وقتك لو احنا ما قدمناش، وباذن الله الفترة الجاية نضاعف مجهودنا اكتر واكتر. لو ليكوا اي كومنت خاص بعطر معين تقدروا ان انتوا تسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.